المواقف الإنسانية بتفرق قوي. فعلا خلينا كمان نخلي الناس تعرف أكتر الكواليس، لأن من المواقف الحلوة فعلا. فخلينا نعرف أكتر من الموزع جلال فهمي، وهو كمان صديق فنان تامر حسني بقاله سنين طويلة جدا. الموزع الموسيقي جلال فهمي، صباح الفل. صباح الخير عليكم، ازاي كده يا عم؟ صباح الفل يا جلال، عامل ايه؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه يا جلال؟ انا عارفه طبعا قبل كده انت كنت قايل لي ان انت اصلا اللي مكلم البنت، والبنت تواصلت معاك وانت كنت قاعد معاها في الاول. احكي لنا بقى كل التفاصيل كده. بصي، البنت تواصلت مع المنتج احمد سمير، والمنتج احمد سمير كلم، طبعا هو كلم على طول تامر. وتامر اول ما عرف طبعا فورا 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 رتب خطه عشان يعملوا مفاجاه كبيره للبنت، تمام. والخطه كانت ان هو يا جماعه قولوا لها ان هي تيجي الاستوديو عادي جدا، مش الاستوديو بتاعه، تمام، وعشان تتمرن على اغنيه. عشان البنت مبدئيا هي داليا، هي بتحب تامر جدا جدا جدا، وتمنيت حياتها كان امنيه حياتها بس، تمام. ما كانتش تتمنى حاجه غير ان هي تقابل تامر بس وتسلم عليه. والبنت بتغني وصوتها حلو، هي من الفانز بتوع تامر طبعا، تمام. فلما تامر عرف الكيس طبعا كلها من اولها لاخرها، فقرر ان هو اللي يعمل لها المفاجاه دي، ان هو يقابلها بنفسه ويفرحها. اعتقد ده مش جديد على تامر يا جلال، انت صديقه بقالك فتره ودايما عارف هو بيهتم بالحاجات دي قوي. بصي، ده الطبيعي، ده العادي بتاع تامر، وحاجات من كده بتحصل كتير، بس هي البنت حظها ان دي حاجه يعني اتطورت، فاهماني؟ كان لسه في حاجه تانيه قريب، وبرده كان البنت برده حظها حلو، كانت امنيه حياتها ان تشوف تامر برده. فاحنا تامر على طول بصفه مستمره يعني بيعمل الحاجات دي، انت عارفه اكيد، مش محتاجه اقول لك. ده حقيقي. طب الاغنيه دي هتنزل على النت اللي هي غنتها مع تامر حسني؟ هي نزلت خلاص. يعني البنت بقى ليها اغنيه مع تامر كمان. هي البنت كده بقى ليها اغنيه مع تامر، يعني حظها اتطورت وغنت مع تامر كان حسن. في فيديو كليب بتعمل طبعا. احساسها ايه يا جلال؟ احكي لنا كده على رياكشن ندى، احساسها ايه لما شافت تامر وهو داخل عليه كده مفاجاه؟ طبعا بصي، انا عايز اقول لك ان اللي اتعرض ده نص اللي اتشاف يا دانيا، يعني اللي اتعرض الناس شافته ده هو نص الفرحه اللي احنا كنا عايشين فيها. لا، الموضوع البنت مبدئيا كان ما كانتش عارفه ان هي رايحه تقابل تامر حسني، ولا رايحه الاستوديو بتاع تامر حسني اصلا. البنت كانوا متفقين مع بعض ان هي تروح استوديو عشان تتمرني، عشان لما تقابلي تامر تعرفي تغني معاه لو حصلت الصدف، وان انت قابلتي كل ده. البنت يعني ايه، بتاخد امل ان هي ممكن تقابل تامر، فهي لازم تروح استوديو عشان تتمرن، عشان لما تغني مع تامر تقعد ايه تغني كويس. فاوريدي لقيت تامر كلمني في التليفون قال لي الموضوع كذا كذا كذا، انا عايزك تجي. لازم انت اللي هتقعد معاها وتفهمها ان انت الاستوديو كده، انت اللي هتعلمها وتمرنها. انا عايز اقول لك ان في خطه اتعملت، لان طبعا استوديو تامر حسني فيه اللوجو بتاع تامر والستور بتاع تامر، الستور اتشالت واللوجو اتشال، يعني تامر فجاه ابتدى يتخلع في الستور على الحيطان، عشان المفاجاه تبقى كامله، عشان هو قاصد ان هو يفاجئ البنت بوجوده فجاه وهي في الاستوديو. زي ما انتم شفتوا طبعا، البنت انا كنت قاعد معاها وعمال اشغلها، وتامر دخل من ورا وقعد وقال لنا بوست، يعني احنا معانا الفيديو وانت بتتكلم عشان الناس تبقى رابطه كلامك كمان بالفيديو. فيديو، انا عمال اتكلم معاها وعمال اقول لها بصي معايا وركزي عشان تامر يخش في سلام وامان. والبنت ايه، مفيش حاجه، هي البنت كان معاها ومامتها واختها والاستاذ محمد القوسي والمنتج احمد سمير وواحده صاحبتها. احنا الوحدين اللي قاعدين في الاستوديو، وتامر بقى مظبط الخطه ان هو هي لازم تبقى، تامر كل شويه يبعت لي يقول لي ها تمام شغال، البنت مركزه، البنت مش باصه وراها، تمام يا تامر يلا يلا. وحصلت ان والله يا داليا، والله 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 انا شفت فرحه، ده حقيقي كان باين والله، عمري ما شفتها في حياتي. شكرا ليك يا جلال قوي والله، ان انت اصلا دخلت وعرفت الناس التفاصيل كمان. لفته انسانيه عظيمه من فنان يعني معروف عند الناس كلها، احنا مش محتاجين نبين مواقفه. وشكرا يا جلال ان انت دخلت مخصوص معانا كمان تدلنا الكواليس. شكرا ليك قوي الموزع المصطفى جلال. شكرا يا فندم، صباح الفل.